سؤال اتطرح من إحدى السيدات الفضليات على صفحة البرنامج، بيقولوا المرأة لما تخلع جوزها، الزوجة لما تيجي تخلع زوجها، هل الشقة مسكن الزوجية من حقها؟ يعني خاصة إذا كانت حاضنة يعني مع أولاد، ولا هي كل حاجة بتتشال منها؟ ده سؤال مهم. يعني لو واحدة رايحة تخلع جوزها، المحكمة قالت لها أوكي رد علي حديقته الحاجات اللي اداها لك ماشي، هل من بينها الشقة؟ تيجي تقول له الشقة. طب إذا كانت حاضنة هل يقول لها اطلع انت والولاد وانا هدفع لك فلوس مسكن؟ يعني خلينا نروح للمحاميه بالنقد استاذه مها ابو بكر. مساء الخير استاذه مها. يا فندم ازي حضرتك؟ هل الحكم بالخلع للزوجه من زوجها وهي اللي طالبه الخلع ده، هل بيحرمها من مسكن الزوجيه خاصه اذا كانت حاضنه ام لا؟ طيب خلينا نقول ان منزل الزوجيه في حاله الطلاق ملهوش علاقه بطريقه الطلاق. يعني ملهوش علاقه هل هي طلقت خلعا، هل هي طلقت غيابي، هل هي طلقت عن طريق المحكمه طلاق للضرر تمام كده او طلاق للشقاق، ملهوش اي علاقه في حاله اذا كان في اولاد او حتى ما فيش اولاد. اذا ما فيش اولاد في كل الحالات الزوجه او مش حاضنه كمان، في كل الحالات الزوجه ما دام اتطلقت مش هتقعد في منزل الزوجية تمام. طيب اذا كان في اولاد، اذا كان في اولاد في الحالة دي المسكن الزوجية مش بيكون الزوجة مش بتاخده، او المطلقة ام الابناء في سن الحضانة مش بتاخده لصالحها، هي بتاخده لصالح الاطفال، وبالتالي منزل الزوجية بيكون لصالح الاطفال لصاحب الحضانة او للي معاه الحضانة. يعني هنتصل بحضرتك تاني لان الشبكة عندك مخرفشة، بس الأستاذة مها أبو بكر المحامية بالنقد بتقول أن نوع الطلاق يعني سواء الزوج هو اللي طلق الزوجة أو الزوجة هي اللي قدمت قضية طلاق بالخلع، ده لا ينسحب على مسكن الزوجية، ده ينسحب أو يأثر على إيه؟ حقوق الزوجة بس، يعني اللي هو مؤخر الصداق النفقة الكلام ده لا، هو ده اللي بيتسحب منه، لكن شقة الزوجية ملهاش علاقة بنوع الطلاق. عادت إلينا مجددا الأستاذة مها أبو بكر المحامية بالنقد، فضلي كملي كلامك. تسلم يا فندم. فخلينا نقول إنه مسكن الزوجية اللي هو بعد الطلاق بيكون مسكن للحضانة، ملهوش علاقة بطريقة الطلاق، هو بيكون هنا حق مقرر للأطفال، وطبعا القانون بيراعي فكرة المصلحة الفضلة للطفل، وبالتالي بيكون مسكن الزوجية هو الأفضل عشان استقرار النفسي للأطفال. طيب نفترض ان الزوج لاي سبب من الاسباب او الاب لاي سبب من الاسباب عايز منزل الزوجيه ده، مثلا هو منزل تمليك فهيبيعه او عايز هو يقيم فيه او ايا كان. في الحاله دي اذا ارتضت الام ان هي تسيب المنزل، او مثلا انه هي المفروض تعيش في محافظه ثانيه او في مكان ثاني نظرا لشغلها او مصلحه الاولاد في المكان الثاني او اهلها في المكان الثاني تمام. في الحاله دي يا فندم هي بتطلب من المحكمه اجر مسكن حضانه. أجر مسكن يعني أو الزوج أو خلاص هو الملزم بتوفير المسكن طبعا، أو الزوج بيعرض عليها منزل بديل تمام، بيهيئ هذا المنزل، لأن المفروض أن منزل الحضانة يكون مهيئ، ودي نقطة ناس كتير جدا مش عارفها. بمعنى إيه مهيئ؟ يعني الأولاد ينفع يعيشوا يعني في أساس، في أجهزة كهربائية، صحيح، في حاجات بالشكل ده. طيب هو بيهيئ هذا المنزل وبيرفع قضية في المحكمة اسمها منزل بديل. إذا ارتضت الأم هذا المنزل بعد معاينة من المحكمة، بتطلع معاينة من الخبراء، شاف أن هذا المنزل مهيأ وآمن للصغار، بيستطيع في الحالة دي أن هي تاخد المنزل الجديد المهيأ وتسيب منزل. يعني أشكرك أستاذة مها أبو بكر المحامية بالنقد. يبقى مسكن الزوجية ليس له علاقة بنوع الطلاق سواء بالخلع أو الطلاق من الزوج.